تحت سقف الوطن اجتمعوا ولأجله هتفوا. فالمؤامرة ستبطلها وحدة الكلمة والموقف، كما يقول الفلسطينيون الذين شاركوا على اختلاف أطيافهم في المؤتمر الشعبي تحت عنوان تسقط صفقة القرن. كل الخيارات لمواجهة صفقة القرن مفتوحة، ولكننا نركز على هذا الفعل الشعبي لأنه الأقوى والأمضى والأكثر حضورا أمام العالم. الفلسطينيون مصرون على رفض الخضوع أمام منطق القوة والغطرسة الذي تتصرف به الإدارة الأمريكية دفاعا عن إسرائيل. وفي المؤتمر الشعبي أكدت الفصائل تشكيلها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة صفقة القرن التي تنضوي إليها مختلف القوى داخل فلسطين وخارجها. رسميا وشعبيا يسعى الفلسطينيون إلى تكثيف تحركاتهم الرافضة لصفقة القرن، فإسقاطها برأيهم مرهون باستمرار هذه التحركات التي بادت تشمل مختلف مناطق قطاع غزة. ففي خان يونس جنوب القطاع كانت للغزاويين كلمتهم في وجه مؤامرات التصفية التي تقودها أمريكا ضد قضيتهم. احنا بنخلف عشان نقبل القدس، نحيي القدس، احنا بدنا القدس، احنا بدنا القدس، بدنا اياه القدس، احنا بدنا اياه القدس، مش هنرفض القدس. لكن هناك متطلبات ضرورية على الصعيد الوطني الفلسطيني والصعيد العربي. الصعيد الفلسطيني التحلل من كل التزامات أوسلو وسحب الاحتراف من دولة الاحتلال وفتح الطريق أمام المقاومة بأشكالها المتعددة. ويؤكد الفلسطينيون أن صفقة ترامب تتطلب مواقف عربية وإسلامية مناهضة لها تبدو حتى اللحظة دون المستوى. أحمد شردان، غزة، الميادين.